ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء المشتركين في القناة، متابعينا، أي حد بيسمعنا، الحلقة دي بصراحة حلقة مميزة، ومزرعة نموذجية من الدرجة الأولى في مركز صمنوط، المزرعة الأولى في توزيع العجول السمنتال والأنجس، كلها مستوردة، حاجات نظيفة، مزرعة منظمة، صاحبها معاه بكالوريوس تجارة زي ما قلت لكم قبل كده، ناس شهادات عالية، كلها تعليم عالي، ومع ذلك هوت الإنتاج الحيواني وتربية العجول المستوردة. فمعنا الأستاذ أيمن بديع من مركز صمنوط، صاحب المزرعة ديت، هيقول لنا هو من إمتى شغال في المجال ديت، بيأكل إيه، نظام العلف عنده إيه، بيخلط ولا بيشتري علف جاهز، هنعرف الحيوانات دي بيجيبها إزاي، ممكن في إمكانية إن هو يبيع لو أي حد محتاج يشتري منه عجول مستوردة، هنعرف منه الكلام ده. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا بحضرتك دكتور مجدي، شرفت دكتور، نورت المكان. نورك يا باشا، ده شرف لينا طبعا. عايزين نعرف العجول دي بتيجي وزن قد ايه ونظامها ايه؟ حضرتك احنا بندخل عجول من الاول وزن 200 كيلو لحد 350 كيلو. انواع بتيجي من اسباني، وفي انواع ارجواي، وفي انواع اوكراني. تمام، بتجيلك بالراس ولا بالوزن؟ لا حضرتك بنستلمها بالوزن بشرايح. بيبتدي الاوزان من 200 كيلو، وكل 10 كيلو السعر بينزل جنيه من السعر الاساسي. والاسعار الايام دي متغيره طبعا عشان خاطر تغيير سعر الصرف، فبالتالي الاسعار مش ثابته. يعني ده ممكن نقول ده 150 كيلو ده؟ لا ده اللي زاد حضرتك 220 كيلو. ده 220 ده وزن؟ وزياده عن 220. طب لو في اي حد محتاج اي حاجه ممكن انك انت تساعده او تلونه؟ احنا ما بنتاخرش عن اي حد، حتى لو ما خدش الشغل مننا، لو بيعوز اي معلومه في التغذيه في اي شيء تاني ما بتتاخرش عن حد. طبعا دي حاجه دي انا عارفها وواثق منها طبعا. طب بالنسبه للعلف يا باشمهندس، العلف حضرتك برضو في مكونات اساسيه، عباره عن كزبره فول الصويا. تمام. وعباره عن شمع اصفر، وعباره عن رده، وعباره عن مستخلص بذره قطن. تمام. وعباره عن مجموعه فيتامينات واملاح معدنيه وخمائر ومضاد سموم. طب ممكن اعرف النسب؟ يعني حضرتك النسب بتتغير حسب عمر الحيوان ونوع الحيوان. تمام. يعني حيوان 200 كيلو، حيوان 200 كيلو بيحتاج نسبه صويا عاليه. تمام. على اساس بروتين عالي وسهل الهضم، فبيفرق مع الحيوان في النمو. بنبدا 17 المفروض، بنبدا لو 200 كيلو بنبدا 18 كمان. 18 بعد كده بيبقى 14 لما تبدا يعدي ال 100. ده حضرتك كل يعتبر 100 كيلو بنزل بالبروتين 2%. تمام. بنبتدي الاول ب 18 طب. 16 عشان اوصل، بعد كده 14. عشان اوصل انا لل 18% بروتين احط قد ايه صويا مع قد ايه؟ حضرتك برضو حضرتك برضو حسب الاضافات، لان في صويا 44%، في صويا 46%، في مستخلص بيض القطن 24%، في مستخلص بيض ب 18. الامور دي ما فيهاش ثوابت، لان حسب الخامه اللي دخلتها بيتعمل نسبه البروتين. ومن حاجه كده ممكن تجيب النسبه من غير ما يتعب دماغه، يعني عايز حضرتك برضو المصدر اللي هو جايب منه، لان برضو النهارده مع الاسعار العاليه في مصادر مش مظبوطه. صحيح. يعني في كزب صويا النهارده ثمنه، فعشان كده ما تقدرش تديني نسب ثابته بدون ما اعرف المصدر اللي انت جايب منه الخامه. لو عرفنا المصدر وعارف نحط قد ايه ذره صفراء على قد ايه صويا على قد ايه رده على شويه فيتامينات عاملاك النسب كام، بحيث ان انا اعمل طن. انا عارف ان دي اسرار المهنه، بس انت عمرك ما هتبخل علينا بيها يعني ان شاء الله. يعني هي مش موضوع اثر مهنه، احنا ما بنتاخرش، بس هي هو ده كان حي، احتياجاته بتختلف كل فتره. بالظبط. حسب رؤيتك انت. بالظبط. لكن انا عايز الشاب اللي طالع جديد مش عايز يخش في قصه عارف هو للامانه حتى لو هيركب النهارده مش هيلاقيه فرق كتير، لكن هي المشكله مش في الفرق، المشكله يكون ضامن جوده المنتج اللي هو بيدخله اللي هو بيجيبه. لكن كفرق ما فيهاش فرق، لان هو برضو عشان يجيب الصويا من مكان والذره من مكان والادويه من مكان، عمليه مرهقه لو حد صغير بيربي، لان بتكلفه في النجل وفي الشراء، لان الحاجات دي بتبقى كل ما انت جبت كميات كل ما خدت اسعار احسن. انا شايف الفا حتى الطحن بتاعها او الدش بتاعها حاجه مميزه يعني بصراحه ما شاء الله. طب كام بياخد كام طاقه في اليوم؟ حضرتك احنا بندي نسبه 2% من وزن الحيوان مع جبر الكسر. تمام. بمعنى ايه جبر الكسر؟ يعني لو حيوان عندي 225 بعتبره 250. تمام. فبالتالي 250 ياخد 5 كيلو، حنا زي ده ليه 2 كيلو ونص في الصبح و2 كيلو ونص في اخر النهار. في النص دريس او في النص بيبقى فيه دريس، وفي ماده مالقه سواء جش رز او تبن. او تبن ممكن ياخد كيلو في اليوم؟ تبن بياخد اكتر شويه من كيلو. احنا اهم شيء ان هو يخلص العلفه بتاعته، وبعد كده التبن ممكن يبقى فري حر، يعني حسب ما هو عايز ياكل دي براحته، لكن ما ينفعش ان العلف يتبجى منه. تمام.
بصراحة حاجة تشرف يا باشمهندس، ما شاء الله. انت نورتنا يا دكتور، وتحت امرك. دي حضرتك نوع زي ده كده ليموزين، ده هيرفورد، ده ليموزين، ده ليموزين الاسود هيرفورد، ده اباردين انجرز. انجرز نوعية دي سيمنتال. لا بصراحة حاجات، ده يوصل وزن كام عندك يا باشمهندس؟ حضرتك احنا الضحية اللي قبل اللي فاتت طلعنا اوزان طن 122. ما شاء الله. طن 122 على الخلطه بتاعتك اللي انت بتعملها على ايدك، مش علف جاهز ولا حاجه. لا لا، طن 122 طلعناها في الضحايا، بس طبعا دي بتبقى فلاتات. أوه. لكن هي العمليه لها جدوى اقتصاديه حضرتك. متوسط كام؟ الجدوى الاقتصاديه لو العلف غالي. أوه. فالوزن المثالي بيبقى 500 كيلو. لو العلف تكلفته كويسه مش غالي، ممكن ترفع المتوسط ده في الانواع المستورده ل 600 و700 في المستورده. اديني معدل تحويل كامل. بالظبط. مفيش معدل تحويل، يبقى كده خساره في العلف، يبقى المعلومه اللي قلتهاش لحضرتك ان النوعيه دي متوسط عام 2 كيلو، ممكن حيوان يديك 2 وربع، ممكن حيوان يديك 100 كيلو 750 في اليوم، لكن متوسط عام 2 كيلو. معدل تحويل 2 كيلو متوسط. ما شاء الله. لا ده الكلام ده احنا بنوزنه. طب فهمت قد ايه؟ ده في اليوم 2 كيلو. لا لا، انا الدوره بتاعتي لو انا جبت شويه العجول دول حسب انت عايز تبيع. حضرتك عايز تبيع وزن كام؟ عايز ابيع 500. 500 لو انت دخلته 200 يبقى انت مطالب على الاقل يقعد عندك 5 شهور ونص، لان انت تمام. اول ما بتدخله ما بياخدش النمو بتاعك على طول، لانه جاي من مكان والتغذيه. التغذيه صحيح دي تبقى حسبه من اسبوع ل 15 يوم. بعد 15 يوم عد له اليوم 2 كيلو مع العلف الجيد، مع العلف المظبوط، طاقه، بروتين، املاح معدنيه، فيتامينات، ليه متطلبات وليه. لكن هتوكله اي اكل وبس، ما تطلبش من 2 كيلو. يبقى خلال 5 شهور يطلع العجل 5 شهور ونص. 5 شهور ونص الوزن دوت يطلع 500 كيلو متوسط عام. ما شاء الله. بصراحه مع التغذيه، مع التغذيه الصح. طب ممكن نبص على العنب كده؟ طبعا زي ما احنا شايفين الجملون العنبر تقريبا مساحته 50 في 50 يا باشمهندس. مساحته 50 في 50 دي تقريبا 35 في 25. ده العنبر ده، دي التربيه السايبه طبعا. الحيوان اللي يبقى مش مربوط ديت تسيب اليارد كده بيدي معاك هيكل عظم. ده وزن، ده وزن 400 ده يا باشمهندس. ده متوسط 4 ونص. 4 4 ونص ما شاء الله. ده اديله كام شهر عندك؟ 4 شهور. ده حطك كان داخل وزن عالي شويه، كان داخل 326 كيلو بالظبط. يعني هو فور يعني ما كملش شهرين. شهرين ما 326. انت عندك 60 يوم فيها 120 كيلو، فيها 110 كيلو. ده ده حابس ب 10 ايام. خدنا اللي هناك ده. احواض الميه طبعا على الجنب التاني. حاجه بصراحه تشرف، نموذج ممتاز ما شاء الله. سلطه المالي بتاع العامل تمام. نحطه من الناحيه التانيه ان انت حاطك بتملى من بره وبتغسله من بره، يعني العامل ما بتخش جوه عند الله. ما اخش اقول لك كله من بره، كل حاجه من بره. وكل العنب الماس واحد برضه، وعامل له نظام مظله، ادي الشمس وادي الضله، والحيوان براحته بقى ياخد راحته في الحركه بتاعت حر الحركه. ما شاء الله. نوع زي ده على براون تمام. ده براون ده. ده براون. اباردين اندرز اللي هناك عند العمود ده. ما شاء الله. ليموزين. سيمنتال. هيرفورد. لا يا باشمهندس بصراحه حاجه تشرب بصراحه. فين الابقار الحلاب اللي كنا بنرد عليها؟ عايزين نفسنا ده. وقف المشروع ده وشغال ليه تسمين بس في الفترة الحالية. دي طبعا عجلات في عجول فريزيان، ده من نتاج الرضاعة اللي كانت شغالة عند الباشمهندس الفترة اللي فاتت. زي ما عودناكم على الثقة في المعلومة اللي احنا بنقدمها لكم، والثقة في المكان، حاجات على أرض الواقع، حاجات طبيعية، ناس شغالة، جهد رائع، ناس بتحب المجال. يعني ناس هي نجحت مش من فراغ، ده مجهود وتعب سنين، وناس بصراحة بتكافح. فنشكر باشمهندس على الزيارة الجميلة ديت، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق في الفترة اللي جاية. متشكر حضرتك دكتور مجدي، وبرضه ما ننساش تعاونكم معانا في أي تحصينات. أنت حضرتك كنت بتتعب وتجيبها لحد المكان تمام، فما نقدرش ننسى تعبكم، تعب الإدارة، وإحنا بنمشي بإرشاداتكم برضه.
بالتطعيمات في مواعيدها الرسميه وكل شيء حضرتك بتنبه عليه بننفذ على طول. وحضرتك ده واجبنا وحقك علينا طبعا الموضوع التحصينات، لان ده تجمع حيواني، من حقك ان احنا نجي لك لحد عندك ونحصل لك الحيوانات ديت، مع انك انت ما شاء الله عليك يعني حتى بتشتغل بايدك في كل حاجه. فربنا يبارك لك يا باشمهندس، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق والمزيد ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور، وشرفتنا ونشوفك على خير دايما باستمرار ان شاء الله. شكرا، 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 شكرا. 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 السلام عليكم.